اه الجون اللي سجله الكابتن شحته وبيفتكره لحد دلوقتي جول تاريخي، كان في مباراه ايه؟ ايه ده؟ جول هدف انت سجلته في مباراه انت بتعتبره ان الهدف ده تاريخي. ما هو ده هو ده هو ده انت ما كنتش هتلعب والاصابه ومش الاصابه وخدرت نفسك ومره واحده لعبت وجبت جول. وعمالين انا عمري ما كنت لا. انا بحب نادي الاتحاد. نعم. هم بقى بيقول لك ده الاهلي. طب الاهلي عندهم ادب، عندهم اخلاق، ناس انا عندي كتاب كبير جدا جدا عن الاهلي من اوله، من اول ما كانش فيها كابتن الاحتقان اللي بيحصل دلوقتي ده. في ناس يعني كويسين اعملوا زيهم بالظبط كده، اعمل زيهم بالظبط كده.